سلسلة دراسات تم إجراءها حول العالم بيّنت أنه تناول كمية صغيرة من الفواكه بشكل يومي كفيل بتقليل خطر الوفاة المبكرة، طبعاً لأنها بتحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مفيدة للصحة. لكن انوجدت بعض الادعاءات أو الشائعات حول طريقة تناول الفواكه حتى البعض ظن إنها حقيقة، وبهالتقرير حنستعرض البعض منها. أول شائعة: تناول الفواكه على معدة فارغة بيعزز فوائدها، وتناولها على معدة ممتلئة ممكن يسبب الغازات والحموضة. ولكن الواقع بيقول إنه ما في فرق يذكر بتناول الفواكه بأي وقت يريده الشخص، ورح يحصل على نفس الفوائد. والشائعة الثانية بتقول عصائر الفواكه أفضل من تناولها. الحقيقة إنه يمكن تكون العصائر خيار جيد لإشباع العطش مو أكتر، لأنها مو أفضل من الفاكهة بأكملها. فأثناء عملية العصر بيتم التخلص من ألياف الفاكهة، وهالأمر بيخفض من إشباعها وبيزيل بعض العناصر الغذائية الأساسية. أما الشائعة الثالثة، الفواكه لا تسبب زيادة بالوزن. فعلى الرغم من كونها ضمن الأطعمة الصحية يلي ينصح بتناولها، لكن بعضها بيدخل ضمن قائمة الممنوعات أثناء الحمية، مثل الموز، العنب، والفواكه المجففة، أو أي نوع من الفواكه منتناوله بكثرة. رابع شائعة، استبدال الفواكه بالوجبات الأساسية. البعض بيتخطى وجبة الفطور وبيتناول بدالها حبة أو حبتين من الفواكه، وهذا الخيار خاطئ جداً، لأن الفواكه بيتم هضمها بسرعة ورح تخليك تشعر بالجوع بسرعة كبيرة، وبالتالي من الأفضل أنه نتناول مجموعة من الفاكهة يومياً مع الوجبات الرئيسية. وآخر الشائعات، تناول الفواكه قبل أو بعد الوجبات بساعة أو ساعتين رح يساعد بتحسين الجهاز الهضمي عند مرضى السكري، لكن لا يوجد أي دليل علمي بيثبت صحة هالمعلومة.